دي شقة 3 غرف مساحة 150 متر معاها 3 حمامات. عندي هنا ده المدخل. هبدأ الأول، عندي هنا ده المطبخ. الشقة في منطقة باش سكلي. عندي هنا دي البلكونة. عندي هنا ده مكان للسخان. طبعا هي ربع المستدامات. عندي هنا ده البحر. هاجي بعد كده نشوف الصالة. دي هناك عند الغرف مع الحمامات. هاجي بعد كده هنا دي الصالة. من الصالة برضو بقدر اخرج على نفس البلكونة اللي كنا فيها. عندي هنا ده حمام ضيوف. عندي هنا دي اول غرفة. غرف مساحتها كويسة. هاجي بعد كده دي الغرفة التانية. ده هنا ده الحمام. نيجي بعد كده الغرفة الماستر، برضو فيها بلكونة. ده هنا مكان لدولاب الملابس، فيها الحمام الخاص بيها.